ليلة متوترة عاشت فيها شوارع العاصمة اللبنانية بين هروات الأمن وحجارة المحتجين. مجموعات منهم كانوا يعتصمون في ساعة متأخرة من الليل قرب البرلمان للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني من اختصاصيين بعيدا عن القوى الحزبية قبل أن يحتمي وطيس المواجهات. الشوارع المؤدية إلى البرلمان اختفت في موجات الغاز المسيل للدموع، بينما أصيب العشرات من المحتجين بحالات إغماء وكسور متفرقة وفق ما أفاد به الصليب الأحمر والدفاع المدني. ومن جهتها قالت قوى الأمن الداخلي إن ما يقرب إلى 20 عنصرا منها تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج جراء تعرضهم للرشق بالحجارة. أصوات المفرقعات امتزجت بهتافات المتظاهرين المغادية للطبقة السياسية في مجابهات تأتي غداة دعوة الأمين العام لحزب الله مناصريه إلى ما عبر عليه بضبط الأعصاب ومطالبته للشبان المتظاهرين بالعودة إلى منازلهم. هذه الاحتجاجات الجديدة ما هي إلا تتمة لسياق الحراك الذي يشهده لبنان للمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة التي يعتبرها المحتجون سببا في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، الأزمة التي تضاعفت إلى أخرى سياسية أيضا. فبالرغم من استقالة حكومة سعد الحريري تحت ضغط الحراك، إلا أن المحادثات بين القوى الحزبية الرئيسية بشأن تشكيل حكومة جديدة قد اتجهت إلى طريق مسدود، في وقت ما يزال المتظاهرون يطالبون بتشكيل حكومة تضم مستقلين عن الأحزاب السياسية والسلطة الحالية.